مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. أثارت التعديلات التي تقدمت بها وزارة الداخلية إلى اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب بغرض مراجعة القوانين الانتخابية وعلى رأسها تخفيض العتبة للسماح بتمثيلية واسعة لمختلف التيارات السياسية بالبرلمان. فمن جهته هدد تحالف البي جي دي والاستقلال بإسقاط هذه التعديلات، إذ أنه يرفض مقترح تقليص المعامل الانتخابي واعتماد عتبة أصوات جديدة في حدود 3% وبدل 6%، بحيث عبر الحزبان عن رفضهما الشديد على هذا المقترح. نستمع في هذا الصدد للناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة في تصريح لقناة شوف تيفي. نتابع. موضوع العتبات يحكمنا فيه واحد الموقف مبدئي، ما لا يرتبط بالموقع ديالنا ولا بالحجم ديالنا ولا بغيره. هذه كاين واحد نقاش على عقلنا ديال المشهد السياسي وعلى العقلنا ديال ايضا ديال السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، لانه هذه نتيجه وهذه المخرجات ديال العقلنا ديال العمليه الانتخابيه. وكنعتقدوا بانه اولا العتبه في كل انظمه ديمقراطيه موجوده العتبه، وحتى في الانظمه اللي دازت واحد المرحله ديال التحول الديمقراطي كانت العتبه اليه اساسيه لترشيد المشهد الحزبي والسياسي، لانه كتعرف ملي كتكون دوله كدوز لواحد المسار ديمقراطي كتكون هناك طموحات كثيره، كتكون هناك رؤى متعدده، وتدريجيا سيولي بالاليات والتقنيات التشريعيه والقانونيه كتكون واحد العمليه ديال التوجيه ديال تعطيل المشهد الحزبي والسياسي. اذا هذا موقف مبدئي، ماشي اليوم عاد حزب الاستقلال كيطالب انه العتبه، حنا تنطلبوا عملي اليوم تنطلبوا ب 10% العتبه وليس حتى 6%. اذا اليوم الجهه اللي تيخصها دير التفسير هو الجهه اللي غيرت موقفها من العتبه، وبصفه اساسيه اللي جايبين اليوم مشروع ديال تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب في النقطه المتعلقه بالعتبه. هذا ايضا كيوضح على انه اليوم واش هذا موقف الوزير الداخليه، كنتعاملوا مع حكومه، كنعتبروا بان الحكومه هي المسؤوله اولا على هذا الموضوع. تحالف الاصاله والمعاصره والاتحاد الاشتراكي بخصوص ملف العتبه الانتخابيه، يبدو ان الحزبان مرتاحان لهذه التعديلات، وخصوصا انهما من طالب بعتبه في حدود 3%. نستمع للناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه يونس مجاهد في تصريح لقناه شوف تيفي. نتابع. احنا بالنسبه لنا طبعا الموضوع العتبه كيظهر واضحا انه شوف تيفي عدد كبير من الاحزاب عمليا مشات مع الموقف ديال الحزب ديالنا اللي كنطرحوا، لانه تطرح بناء على معطيات وعلى دراسه اللي هي واقعيه كتنطلق من ان تشكل باش طبقت العتبه كانت فيها واحد الحيف كبير بالنسبه لواحد العدد من المرشحين اللي عمليا جابوا اصوات اكثر من مرشحين اخرين، ولكن نظرا للطريقه باش تحتسب العتبه، الطريقه ديال الاقتسام ديال الاصوات والنسب عمليا تظلموا. فكان ضروري ان هذه المساله هذه تتم المراجعه ديالها انطلاقا من هذا المقياس وهذا المعيار ديال العداله. هذا هو الهاجس الرئيسي اللي كان. لكن في نفس الوقت احنا بالنسبه لنا مساله العتبه ما هي الا جزء من الاشكال اللي مطروح، لان احنا بالنسبه لنا الان اللي كاين في المغرب هو اللائحه، نظام اللائحه. لكن اللي كنجيو نشوفوا هذه اللوائح كنلقاو بان الاغلبيه الساحقه من هذه اللوائح ما بين 3 و4، يعني ما كانتش جوج، بمعنى كاين وكيل اللائحه ومعاه جوج او ثلاثة ديال الناس، واصبح عمليا هذا نظام فردي او ما هو لا نظام اللائحه ولا هو نظام فردي. ومن جهتها لزمت أحزاب الأغلبية والمعارضة الأخرى الصمت حيالها تعديل العتبة، ما يشير إلى قبولها ضمنيا بهذا التعديل. نستمع للقيادي في حزب التجمع الوطني الأحرار منصف بالخياط في تصريح لقناة شوف تيفي. أولا احنا تنشوف بأن العتبة هي نقطة أساسية باش الجو ديال جميع الأحزاب السياسية يكون واحد اللي يكون مبني على بعض الأسس اللي هي مهمة بحال الديمقراطية، ولكن أيضا بناء على أنه يكونوا الأحزاب عندهم واحد الطريقة ديال
الانتاج وطريقه ديال التدبير اللي تكون في واحد المستوى اللي ماشي اي جمعيه او اي حزب اللي يجي من اليوم الى الغد ويقول لك انا حزب ونمشي الانتخابات ونقدر نعمل نكون في واحد المستوى ديال التمثيليه في الانتخابات الى اخره. ولكن في نفس الوقت ما خصناش نساو بانه الديمقراطيه تتخلينا بانه ما خصناش نقصيو بعض الجمعيات او بعض الاحزاب الاخرى عن طريق هذه العتبه. انا اظن بان 3% هي واحد المستوى اللي هو ما في الوسط ما بين هاد جوج المنطلقات واللي تيخلي بانه كل شيء يحس بانه ما فيش اقصاء، ولكن 3% هي راه واحد العتبه اللي هي مهمه باش اي حزب يقدر يوصلها باش يقدر يكون عنده واحد التمثيليه في البرلمان. ومن جهتها دعت مجموعه من الاحزاب السياسيه المصنفه في خانه الصغيره وكذا غير الممثله في البرلمان في اعقاب اجتماع مشترك عقدته اول امس الاربعاء بالرباط الحكومه الى الالتزام بتعهداتها بشان الاستحقاقات التشريعيه المقبله، معبره في الوقت نفسه عن رفضها لمحاوله فرض عتبات انتخابيه تروم حرمان اغلبيه الاحزاب السياسيه الوطنيه من التمثيليه داخل مجلس النواب، وما يرتبط بذلك من كل مظاهر الاقصاء الذي يضرب الديمقراطيه ولا يضمن التعدديه. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة بحول الله.